أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا موظف حكومي ويحصل مني تأخير وقصور في بعض الأحيان، فقمت بحصر هذا التأخير في نهاية كل شهر وأخرج المبلغ، يقول ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هذا ما يعفيك أنك تأخر وتقول أبا تصدق ذا، ما يعفيك من المسؤولية. لكن لو قدر أنك تفعل هذا فيما سبق وتبت من هذا الشيء وعندك أموال جامعها من هذا التخلف تخلص منه. أما أنك تبي تستمر على التأخر وتقول أبا أخرج الزائدة ولا اللي أنا شاكن فيه، هذا ما يعفيك من المسؤولية، لأنك تضيع العمل، تضيع العمل وتربك المراجعين وتحبس معاملاتهم حتى ولو تصدقت، ما يعفيك هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.